برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. وزارة شؤون مجلس النواب، يمكن قطاع عريض في المجتمع ما سمعش وما يعرفش هذه الوزارة لأنها من الوزارات غير المرتبطة بقضايا معيشية زي مثلا وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التموين وغيرها من الوزارات الأخرى. لكن الحقيقة أن هذه الوزارة من أهم الوزارات في الحكومة المصرية لأنها بتعتبر حلقة الوصل ما بين الحكومة كسلطة تنفيذية ومجلس النواب كسلطة رقابية وتشريعية. مشاريع القوانين اللي بتقدمها الحكومة لابد وأن تمر عبر ختم من مجلس النواب. الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة، ده كله بيتطلب موافقة البرلمان وأعضائه. حتى الحكومة نفسها من الممكن أنها ما تحصلش أو ما تستمرش في عملها إذا لم تحصل على ثقة مجلس النواب. علشان كده بيجي دور وزارة شؤون مجلس النواب، الوزارة اللي هي تعتبر الجسر ما بين الحكومة وبين البرلمانيين أو مجلس النواب. علشان كده احنا جينا هنا إلى مجلس النواب حيث مقر وزارة شؤون مجلس النواب لنحاور الرجل الأول المسؤول عن الوزارة المستشار عمر مروان. معالي الوزير المستشار عمر مروان، شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. أهلا وسهلا بحضرتك. معالي الوزير، يمكن خلينا نبدأ كده بداية غير تقليدية. حضرتك كنت رئيس لبعثة الحج هذا العام، أولا حج مبرور وذنب مغفور والحمد لله على السلامة مع أنها متأخرة شوية، لكن تجربة مختلفة شوية رئاسة بعثة الحج. صحيح، أنا تشرفت بتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أكون رئيسا لبعثة الحج الرسمية هذا العام. في الحقيقة أول مرة أكون مسؤول عن 80,000 تقريبا في جزء من حياتهم ورحلة مهمة بالنسبة لكل حاج. نعم. طب معالي الوزير، يعني ننتقل إلى شغل سيادتك في الوزارة. الوزارة وإحنا يمكن كلمنا في المقدمة قبل ما أجي لحضرتك عن دور الوزارة كهمزة وصل ما بين الحكومة والبرلمان. يعني مش عارف هل يمكن تسمية وزير شؤون مجلس النواب محامي الحكومة، منسق العلاقات البرلمانية الحكومية، مش عارف، يعني تحب تختار ايه؟ اختار وزير شؤون مجلس النواب. هذه العبارة تحمل كل اللي سيادتك قلت عليه. فأنا صحيح ممثل الحكومة في البرلمان، ولكن أيضا بوصل صوت البرلمان للحكومة، ويعني مختص بضبط العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن الأمور تسير على ما يرام. فعبارة وزير شؤون مجلس النواب تحمل كل المعاني اللي سيادتك تقصدها. طب لما بيكون فيه يعني أزمة أو مشكلة أو تباين شديد في وجهات النظر، يعني اختار كما شئت من هذه المصطلحات، بين البرلمان ما بين الحكومة، هل بتلجأ إلى الاتصال المباشر مع البرلمانيين، مع أعضاء مجلس النواب، ولا يعني آلية حل المشاكل بتبقى ازاي؟ التفاهم والموضوعية. لما بنيجي نقدم مشروع قانون ما بنقدموش كده، ولا بيبقى له فلسفة معينة، له خلفية معينة بنقدمه وفي هدف عايزين نحققه. لما الصورة بتوضح للسادة النواب وبنبقى فيه مناقشة موضوعية، لا شك بنصل إلى النتيجة المرجوة. ليه؟ لأن مفيش حد له هدف شخصي من وراء هذا القانون.
فبالتالي لما بنحط المصلحة العامة قصاد عينينا الكل بيلتقي عندها. قد نختلف في الطريق الوصول إلى المصلحة العامة، ولكن الطريق الأنسب هو اللي في النهاية بنتفق عليه، وده بيجي من خلال المناقشات الموضوعية والتفاهم زي ما قلت لحضرتك. وطبعا ما فيش مانع أبدا أن يكون عند السادة النواب وجهة نظر تحترم ونأخذ بها، وده بيحصل في كثير من الحالات. يعني بيبقى في حد بيقترح اقتراح نرى أنه فعلا موضوعي ويحقق الهدف اللي احنا عايزينه بناخد بيه. فالمشكلة مش ان في تعارض، لا، احنا قايمين على التفاهم والتعاون بين السلطتين وليس التعارض والمشاحنة. مفيش خلاف، يعني العلاقة في الأصل مش علاقة خلاف، لا، علاقة تعاون واجتماع على المصلحة العامة للدولة. ده فيما يتعلق لما بيكون في مشاريع قوانين أو ما إلى ذلك، يعني من المهام البرلمانية بشكل عام. لكن لما بتحصل أزمة طارئة أو أزمة بعيدة عن هذا المجال، زي مثلا الأزمة اللي حصلت بين نواب الصعيد ووزير التنمية المحلية السابق اللواء أبو بكر الجندي، التعامل في مثل هذه المشاكل بيتم إزاي؟ لا شك ان لما حصل مثل هذه الازمه بقعد مع النواب وبتشوف ايه اللي حصل كذا كذا، بنقعد مع السيد الوزير ايه اللي حصل كذا كذا. في بيبقى في ساعات كتير حاجه مبالغ فيها، حاجه فهمت على غير مقصودها، ان كانت يعني الكلمات صحيح شديده او غير مناسبه، لكن في سياقها اللي هو كان يقصده ما كانش يقصد معنى تاني. في النهاية بنقدر نخفف من التوتر الموجود والتقريب، والغلطان بيقدم اعتذاره. يعني بعض النواب بيأخذوا على بعض الوزراء، يعني أنا برضو محدد، بعض النواب بيأخذوا على بعض الوزراء أنهم ما بيهتموش بحضور الجلسات. يعني بعض النواب بيقول أنه في حالة استعلاء من بعض الوزراء في هذا الخصوص، هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا أتفق تماما، وأعتقد ده سؤال بيتردد بصيرة تقليدية، لكن مش بس هو موجود. لا مش موجود، لا السؤال السؤال موجود بصورة تقليدية، بيتناقل من شخص لآخر ونقعد نقول الإجابة وبرضو السؤال يفضل موجود. طب ما يمكن اللي بيقول السؤال ده من النواب مش مقتنع باللي شايفه، يعني ما أنا هقول لسيادتك، أولا الحكومة ممثلة في جميع جلسات البرلمان من خلال حضرتك طبعا وجودي، ده نمرة واحد. بالإضافة إلى أن السادة الوزراء المختصين بيحضروا مناقشة القوانين الخاصة بيهم، يعني مثلا حاجة خاصة بالمالية وزير المالية بيحضر، حاجة خاصة بالصحة وزير الصحة بيحضر، فالوزراء بيحضروا. لكن الجلسة لابد أن تكون الحكومة ممثلة فيها، وهي ممثلة بصفة مستمرة، وبالتالي مفيش مجال للقول أن الحكومة تستعلي على البرلمان. يمكن لحضرتك تقصده أن اجتماعات اللجان النوعية، اللجان النوعية القانون ولائحة مجلس النواب لم تشترط حضور الوزير بصفته في كل جلسة أو في كل جلسة للجنة. ممكن ينيب عنه أحد كبار موظفي الوزارة بتاعته، ولذلك اللي بيبقى طلب حضور الوزير أو من يمثله، فإما الوزير بيجي بنفسه أو بيبعت من يمثله لحضور الجلسات، لكن كل الوزراء بلا استثناء لابد أن يكونوا حضروا أكثر من جلسة في اللجان النوعية. ده أنا بقول لحضرتك كله بلا استثناء. ما فيش استكبار وما فيش استعلاء. ما فيش كلام ده، استكبار على إيه؟ ده هو حقه الدستوري إنه يراقبك، يبقى هتستكبر عليه وتستعلى عليه إزاي يعني؟ لا ده مش منطق. أما اللقاءات، وكمان في ترتيب للقاءات بين السادة النواب والسادة الوزراء من خلال مواعيد ثابتة. كل وزير بيحدد ميعاد ثابت لمقابلة السادة النواب، واخد بال حضرتك؟ في كمان كل وزارة بتبعت مندوبين ليها أيام الجلسات
لتلقي طلبات السادة النواب وإحضار الردود عليها. مش كان في فترة من الفترات مع الوزير أنه في تم تعيين مسؤول الاتصال السياسي من قبل كل وزارة؟ هم دول موجودين وبيحضروا زي ما بقول لسيادتك في أيام الجلسات لتلقي طلبات السادة النواب وإحضار الردود عليها من الوزارات المعنية. فالتواصل موجود، استكبار دي كلمة مش موجودة على الإطلاق، ما لهاش ظل على أرض الواقع. نعم. طيب من ضمن المشاهد أيضا اللي احنا بنلاحظها وكنا بنلاحظها من زمان، يعني من عشرات السنين، إنه النواب يلتفوا حوالين الوزير في مجلس الشعب أو مجلس النواب، وطلبات خدمية. يعني حضرتك يعني شايف ده إزاي؟ شوف أقول لحضرتك، لا شك ان كل نائب بيسعى لخدمة اهالي دايرته، لا شك، وبيبقى معاه من الطلبات اللي بيوديها للسادة الوزراء المختصين. احيانا بيصادف بقى يبقى احد السادة الوزراء حاضر في جلسة او حاضر في لجنة من اللجان، فالسادة النواب يدوله الطلبات دي بمناسبة وجوده، لكن هذه الظاهرة قلت كثيرا جدا في مجلس النواب الحالي بصراحة، ما بقتش زي زمان. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان قنوات الاتصال بين السادة الوزراء والسادة النواب بقت مفتوحة، بقى في ميعاد ثابت للتلاقي. ثانيا، مندوب الاتصال السياسي بيبقوا موجودين ايام الجلسات. ثالثا، ان السادة الوزراء بيجوا جلسات في اللجان النوعية وفي جلسات العامة للمجلس، وبالتالي بقى التواصل موجود أكثر من ذي قبل. بس يعني كثير من هذه الطلبات بيحمل يعني رغبة في وساطة لتعيين سين أو صاد من أهالي الدائرة، مش دي برضو بتاخد أو تخصم من المهمة الأولى والرئيسية بالنسبة للنائب كرجل يعني يطلع بمهام أخرى غير خدمية زي مهام التشريع والرقابة؟ هو لا شك أن الوظيفة الأساسية للنائب في الرقابة والتشريع، لكن لاحظ سيادتك مفيش محليات، ويمكن ده بيلقي عليه بعض العبء لخدمة أهالي دايرته والقيام بدور المحليات. نلتمس له العذر، حتى أيام المحليات برضه نلتمس له العذر، هو تقليد، نلتمس له العذر، لكن أعتقد أن كل طلب بيتقدم بيبحث من الناحية القانونية. يعني مفيش حد هياخد حق حد تاني او هياخد حق بطريق غير مشروع. هل الحكومة تستأثر بمهمة التشريع على حساب النواب؟ مهمة التشريع مهمة للحكومة ومهمة للسادة النواب، ودور الانعقاد الماضي واللي قبليه واللي قبليه، لو سيادتك رجعت القوانين هتلاقي 544 مشروع، هتلاقي بعضها من السادة النواب وبعضها من الحكومة. صحيح نسبة الحكومة أغلب لأن هي اللي إيدها في العمل بصفة مستمرة، بتبقى قادرة على أنها تعرف إيه القانون المطلوب، سواء إنشاء قانون ابتداء أو تعديل قانون قائم، بحكم أن هي إيدها في العمل التنفيذي وبتبقى محتاجة للتشريع علشان ييسر أداء العمل. وبالتالي معظم القوانين بتقدم من الحكومة لهذا السبب، ولكن هذا لا ينفي أن السادة النواب بتقدم مشروعات قوانين ومشروعات قوانين مهمة وبيؤدي دورهم التشريع. طب حضرتك أشرت إلى دور الانعقاد القادم اللي هو الدور الرابع، وفي بعض الأسئلة عن مصير بعض القوانين زي قانون الإيجار القديم، زي قانون أعتقد كان في كلام كثير جدا عن قانون العدالة الانتقالية، يعني بعض القوانين دي هل سترى النور في الدور المقبل؟ شوف، احنا عندنا مشروع قوانين مهمة جدا محتاجة دراسة جيدة جدا حتى تخرج في الصورة المناسبة. يعني عندك قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون العمل، ومثل هذا كثير. أما مشروع قانون للإيجار القديم فهذا لم يقدم بعد، يعني ما فيش مشروع قانون موجود في البرلمان حاليا يخص الإيه؟ الإيجارات القديمة. ولكن هذه أفكار تقال من بعض السادة النواب ومن الشارع لتحريك هذه القضية، بس هذه القضية تحتاج إلى مناقشة
مجتمعية واسعة لأنها ذات حساسية كبيرة. البرلمان الحالي كيف يمكن وصفه سياسيا؟ كيف يمكن تقييمه سياسيا؟ هل هو يعني برلمان معارض مؤيد؟ لا، أنا خليني أقول لحضرتك، أنا لا أقيم البرلمان، ولكن خليني أقول لك حقائق. إن هذا أكبر برلمان في تاريخ مصر حقيقة. هذا أول برلمان يأتي من ألفه إلى يائه بإرادة شعبية بنسبة 100% حقيقة. عندنا كمان إن هذا البرلمان أكبر برلمان نظر وقوانين ووافق عليها حقيقة. يعني برلمان تشريعي مش خدمي؟ لا، أنا بقول لسيادتك السمات الأساسية اللي تقدر تقولها على هذا البرلمان. هذا البرلمان تصدى لقضايا كان يخشى منها برلمانيون سابقون وأنجزها حقيقة. على رأس البرلمان أستاذ دستوري قدير والأستاذ الدكتور علي عبد العال، معه مجموعة من السادة النواب اللي نقدر نقول عندهم حكمة وعقلانية ورؤية تسير أمور المجلس باقتدار. فيعني كل التحية للسيد رئيس المجلس والنائبين وللجهاز المعاون لسيادته. بصراحة قايمين بدور كبير جدا، وأنا مع يعني شايف وقضايا حساسة ومناقشات مستمرة وأخذ ورد، لأن أنت عارف سيادتك القوانين فيها أخذ ورد كتير، والكلمة بتفرق والنقطة بتفرق والفصلة بتفرق، فبالتالي بيحتاج تدقيق. هذا التدقيق عملية صعبة جدا. فالبرلمان لا شك أصدر كم من التشريعات ونوعية من التشريعات غير مظبوطة. على ذكر السيد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، يمكن بعض الجلسات كان يبدو عليه الغضب وأحيانا الحدة في الكلام مع النواب، في مواقف مثل هذه المواقف هل حضرتك بتتدخل لتقريب وجهات النظر؟ أنا لا أتدخل في العلاقة بين البرلمان والبرلمان، ولكن الدكتور علي عبد العال شخصية طيبة جدا، يعني حتى مع هذه النرفزة اللي سيادتك بتشوفها بعد دقيقة واحدة بتلاقي إنسان طبيعي وعادي، ويمكن يعني شفت أكتر من مرة بيبقى بيشد مع حد من أجل تطبيق اللائحة وإعادة الانضباط للجلسة، وبعد دقيقة واحدة بيتكلم معه عادي أو يكون في حديث بينهم وبين بعض مع ابتسامات. يعني مش الموضوع مش قاصر على هذه الحدة فقط، لا، بيبقى في حدة وفي لين وفي ابتسامات، قلبه طيب يعني جدا جدا بصراحة. تمام. من خلال يعني عمل حضرتك في المجلس خلال هذه الفترة، مين أكتر يعني نائب ارتحت في التعامل معاه؟ لا، أنا أقول لحضرتك، أنا ببقى في الجلسة وصدقني وهذه حقيقة، أنا بستفيد كثير من عدد كبير من النواب في آرائهم، حتى ممكن يفتح لي أجزاء أنا أكون مش واخد بالي منها، يفتح لي مواضيع تحتاج إعادة دراسة، تحتاج إعادة ضبط في الصياغة علشان سد الثغرات اللي أشار إليها أحد السادة النواب، حتى لو كانوا في المعارضة، في جناح المعارضة أي مكان. أنا أبص للجميع على أنهم نواب الشعب، يعني سواء كان في المعارضة أو في غير المعارضة أنا بستمع إلى الرأي، والتقييم له بيبقى تقييم موضوعي للرأي مش للشخص، وبالتالي ممكن أستفيد من أي حد بيتكلم في مجلس النواب. ظاهرة غياب النواب عن الجلسات دي ظاهرة يمكن أشار ليها الدكتور علي عبد العال أكثر من مرة، وهدد كمان بأنه يذيع أسماء هؤلاء النواب، شايفها إزاي مع الوزير؟ هو حضور السادة النواب في بعض الأحيان بيبقى مجلس النواب محتاج التلتين للموافقة على القوانين. هذه الأغلبية التلتين لما بتبقاش موجودة الدكتور علي بيشدد لازم يكون التلتين موجودين علشان يقدر يطلع مشروع القانون، لكن بصفة عامة الأغلبية المطلقة موجودة في الجلسة وبتستمر وبتطلع القوانين الأخرى، لكن القوانين اللي بتحتاج أغلبية خاصة زي أغلبية التلتين هي اللي الدكتور علي يعني بيشدد
فيها على حضور السادة النواب ووجودهم لتمرير هذه القوانين. نعم. طيب اسمح لي معالي الوزير ننتقل إلى ملف مهم جدا، ملف حقوق الإنسان، ويمكن مسألة تشكيل لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان. يعني الناس بتتساءل إيه الجديد اللي هتقدمه هذه اللجنة في ظل وجود مجلس قومي لحقوق الإنسان وهو مجلس حكومي أيضا. خلينا نقول ملف حقوق الإنسان من الناحية الحكومية التنفيذية غير ملف حقوق الإنسان في مجلس القومي لحقوق الإنسان. مجلس القومي لحقوق الإنسان ده مجلس رقابي بيشوف الأداء بتاع مختلف أجهزة الدولة من ناحية حقوق الإنسان، فهو بعيد تماما عن السلطة التنفيذية، مجلس القومي لحقوق الإنسان. أما اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان دي صدر قرار بتشكيلها في مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وهقول لسيادتك السبب فيها إيه. ملف حقوق الإنسان كان موزع على أكثر من وزارة، وزارة شؤون مجلس النواب لها جزء، وزارة العدل جزء، وزارة الخارجية جزء. رؤية وبحق أن تتوحد هذه الجهات الثلاثة في جهة واحدة تبقى لها رئاسة اللجنة، وبعضوية برضو وزارة العدل ووزارة شؤون مجلس النواب وعدد من الوزارات الأخرى. يعني مش معنى كده أن وزارة العدل أو وزارة شؤون مجلس النواب شالت إيدها من ملف حقوق الإنسان، لا، ما عضو في اللجنة، لكن بقت في لجنة واحدة، كيان واحد هو القائم على ملف حقوق الإنسان من الناحية التنفيذية برئاسة وزير الخارجية، برئاسة وزير الخارجية، لكن بعضوية عدد من الوزارات من بينها وزارة شؤون مجلس النواب ووزارة العدل. وهذه الرؤية حقيقية، حقيقي يعني رؤية صائبة. ليه؟ بدل ما يبقى عندك ثلاث جهات أو أكثر بتتولى ملف حقوق الإنسان، لا، تبقى جهة واحدة هي اللي بتتولى هذا الملف وإدارته بمشاركة الجهات الأخرى المعنية. طب ليه وزارة الخارجية تحديدا؟ على أساس أن وزارة الخارجية هي اللي لها صلات بالعالم الخارجي والمنظمات الدولية والأشخاص القانون الدولي المعنية بحقوق الإنسان، وعندها احتكاك مباشر بيهم، وتقدر تعرف التوقيت الملائم لإخراج تقرير معين أو تقديم ورقة معينة. يعني حركتها في هذا المجال هي الأقدر على إدارة هذا الملف من الخارج. طيب يعني بهذه المناسبة، يعني وأخذ من كلام معاليك، التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر فيه تباين في حتى تعريف حقوق الإنسان، التعريف اللي بتتبناه هذه المنظمات الدولية، والتعريف أو المفهوم اللي الحكومة المصرية بتحاول ترسخه وتقول إنه حقوق الإنسان تشمل أيضا حقوق المسكن والأكل والمشرب والسكن والصحة والتعليم وإلى آخره. هل يعني قدرتم أنتم كحكومة تقنعوا هذه الجهات وهذه المنظمات صاحبة هذه التقارير بهذا المفهوم؟ خلينا أشكر سيادتك على هذا السؤال، لأن ده سؤال توضيحي ومهم جدا. حقوق الإنسان في كل المواثيق الدولية خمسة: حقوق سياسية ومدنية واقتصادية واجتماعية وثقافية. البعض اختزل هذه الحقوق الخمسة في جزء من الحقوق السياسية، حق التظاهر، حق حرية الاعتقاد، حرية التنقل، وكفى، ونسي بقية الحقوق. فاحنا لما جينا عدينا التقرير نصف المدة الطوعي اللي قدمته للأمم المتحدة العام الماضي، بصراحة احنا قلنا احنا عاملين تقدم كبير جدا في مختلف مجالات حقوق الإنسان الخمسة اللي انا قلت لسيادتك عليهم دي. ما يجيش البعض بقى يختزل كل هذه الحقوق في حق او اتنين، يعني جزء من الحقوق السياسية، ويدي انطباع للكافة ان هي دي حقوق الإنسان بس. لا، حقوق الإنسان خمسة، هذه الحقوق الخمسة احنا عاملين فيها تقدم كبير بما فيها الحقوق السياسية. يعني من ضمن الخداع اللي كان بيتقال، يقول حق التظاهر ممنوع في مصر. حق التظاهر بيتم طبعا زي ما الكل عارف ان القانون صدر سنة 2017 بمجرد الاخطار لوزارة الخارجية،
تحدد فيه الميعاد والمكان الوزارة الداخلية تحدد فيه الميعاد والمكان والزمان والعدد وتقول فيه ان انا هعمل المظاهرة الفلانية. اذا وزارة الداخلية كان لها رأي عكس هذا عليها ان تلجأ للقاضي، والقاضي هو اللي يقرر باستمرار المظاهرة او نقلها او تأجيلها او تعديل مسارها. الكلمة الفصل هنا بقت لمين؟ للقاضي مش لوزارة الداخلية. لاحظ التطور اللي طرأ على الموضوع ده، كان الأول ممنوع التظاهر خالص إلا بتصريح من وزارة الداخلية، مش كده؟ وبعدين قال ممنوع التظاهر إلا بإختار ووزارة الداخلية توافق عليه. دلوقتي بقى من حقك تتظاهر بمجرد الإختار، إذا الداخلية كان لها اعتراض تلجأ لمين؟ للقاضي، ما تمنعكش. هي بقت الداخلية والمواطن طرفان متساويان أمام القاضي. المواطن بيقدم لها اختار التظاهر، هي إن كان لها وجهة نظر أخرى عليها أن تلجأ للقاضي، وإلا المظاهرة تقوم في الميعاد والزمان والمكان اللي قدم به الاختار. التطور ده فوجئنا إن في الغرب محدش واخد باله منه نهائي، هم عندهم الصورة القديمة خالص ان اي مظاهرة لازم اذن من وزارة الداخلية. فقدرنا ان احنا نغير هذا المفهوم، ودينا القوانين اللي صادرة والتطور اللي حصل في ده. انا بديك حتى في المسائل الخاصة بالحقوق السياسية فيها تطور كبير جدا. عندك الهيئة الوطنية للانتخابات، بتتعلق بحقوق سياسية وحرية الانتخابات ومصداقيتها ونزاهتها، ما كل دي حقوق سياسية. هذا التطور كله يحجب ذكره كمان عن الغرب، فبيحاولوا يشوهوا صورة مصر بأي وسيلة. ليه؟ طبعا الأغراض كتيرة، هم أعداء البلد الجماعات الإرهابية وأعوانهم والخونة والحقدة، كل هؤلاء عايزين يعجزوا مصر أو يتخلوا مصر دايما تحت مظلة الغير، ومصر ابدا لن تكون الا تحت مظلة نفسها. في تقرير الزامي مفترض ان الحكومه المصريه تقدمه سنه 2019 السنه الجايه، في منتصف 2019. هل في يعني هل انتم مستعدين لتقديم هذا التقرير؟ ان شاء الله. احنا عملنا تقرير نصف المده الطوعي وقلنا فيه ان احنا انجزنا 75% من المطلوب مننا، باقي التوقيتات بتاعه 2014. فإن شاء الله 25% دول في سبيلنا لإنجازها وتقديم التقرير في منتصف 2019، بس هتبقى دي مهمة وزارة الخارجية في ضوء التكليف الجديد اللي صدر برئاستها لهذا الملف. خليني اخذ برضو الحوار في يعني ناحيه، يعني لو سمحت لي حضرتك يعني شخصيه شويه. حضرتك كنت في النيابه العامه في بداية حياتك المهنية، هل هذه الخطوة المبكرة بتساعدك دلوقتي وانت وزير وممثل الحكومة في مجلس النواب؟ شوف، انا افتخر ان انا خريج مدرسة القضاء المصري. القضاء المصري مدرسة عريقة جدا ولها تقلها على المستوى الدولي، مش محليا او اقليميا بس، لا على المستوى الدولي. واي خبرة أو أي ميزات قد يراها البعض في شخصي فهي نتيجة الاكتساب من مدرسة القضاء المصري الذي أفتخر به. لا شك كل الخبرات اللي عندي أنا اكتسبتها في فترة عملي في القضاء، سواء يعني كانت النيابة العامة أو المنصة أو في العمل الإداري داخل وزارة العدل. فكل هذه الخبرات مكتسبة من مدرسة القضاء المصري وأنا أفتخر بهذا. جانب شخصي آخر، وإن كان جانب يعني ربما لا يعلمه كثيرون عن الوزير عمر مروان، وهو استشهاد شقيقك في العريش سنة 2015 وهو أيضا قاضي. يعني هذه التجربة كيف مرت على أسرة عمر مروان؟ يعني لا شك إن شرف لأي أسرة أن يكون فيها شهيد، وخصوصا لما بيبقى شهيد وهو بيؤدي عمله. يعني هو كان رايح لأنه بيشتغل قاضي في العريش، واستشهد مع زملائه عقب صدور
قرار محكمة الجنايات بإحالة رئيس الجمهورية الأسبق وعدد من المتهمين إلى فضيلة المفتي، فكان الانتقام من القضاء ممثلا في محمد أخويا وعدد من زملائه بالاعتداء عليهم أثناء ذهابهم إلى المحكمة. ده شرف لي وشرف لأي أسرة أن يكون عندها شهيد. وخلي بالك وجود الشهيد بيدي طاقة إيجابية لأسرة الشهيد. اسأل أي أسرة كده هتلاقيها تقول لك إيه، لو عندنا واحد تاني نقدمه هنقدمه. ما بتخوفش، بل بالعكس بتدي دفعة قوية جدا في التحدي ومواجهة ده حصل الإرهابيين. في أسرتكم حصل فعلا ان كان يعني عايزين كلنا اخويا الاخر يعني كان عشان عايز يروح العريش اشتغل هنا ايضا قاضي بس كان درجته بقى كان هو كبير طبعا درجته ما تسمحش انه يروح، لكن ما كناش متخوفين ان حد يروح ويستشهد تاني. القضاة نفسهم يعني بعد هذا الحادث وبعد حادث الاعتداء على القضاة في فندق العريش، وكنت انا اياميها ماسك امين عام اللجنة العليا للانتخابات، وطرحت فكرة تأجيل الانتخابات في العريش ورفضت بالإجماع الفكرة. وطيب القضاء مين اللي هيروح؟ فقلنا اللي يروح يكون بالاختيار. فوجئنا ان عدد المتقدمين للذهاب للعريش اضعاف العدد المطلوب، لدرجة ان احد السادة القضاة اتصل بيا بالتليفون فما اتاخدش، فبيقول لي لا انا عايز اروح. قلت له العدد اكبر بكتير من المطلوب، واحنا خدنا بقى باسبقيه القيد. فقال لي طب يا فندم ما ينفعش تودوا على كل صندوق اتنين قضاه، بلاش واحد قاضي. شوف وبلا مقابل. دي الروح. نعم. الروح اللي انتشرت بين القضاه، فما بالك بقى بين اسر الشهداء القضاه. رحم الله الشهيد، ربنا يرحم كل الشهداء، كل الشهداء، ربنا يرحم كل الشهداء ان شاء الله ضد الارهاب. يعني سؤال جاء في بالي دلوقتي، حضرتك في مجلس النواب الان، ايه الفرق بين البرلمان الحالي وبرلمان الاخوان اذا جاز التعبير؟ انا اشرت في اجابه مع سيادتك ان البرلمان ده جاي باراده شعبيه حقيقيه بنسبه 100%، ما فيش فيها غش ولا تزوير ولا ادعاءات. تعرف في كده ناس بتلبس وجوه، هذا البرلمان خالي من مثل هذه الوجوه. دي ناس منتخبة، الناس كلها عارفاها على حقيقتها، إرادة شعبية بنسبة 100%، ما فيش تدخلات، سواء تدخلات مباشرة أو تدخلات غير مباشرة زي ما انت عارف الزيت والسكر والحاجات دي. ناس فاهمة عملها، ما بتدخلش فيه واحد يقوم زي اللي كان بيقوم يؤذن في أثناء انعقاد الجلسة، فيش مثل هذه البدع والشكليات المقيتة. لا برلمان مصري يمثل كل أطياف المجتمع المصري بلا شك، وأي تمثيل إيجابي أو سلبي للشعب فالشعب في النهاية هو اللي هيقدر يفلتر ويبلور وينقي في الانتخابات القادمة مين اللي كان على مستوى المسؤولية ومين ما كانش على مستوى المسؤولية، والشعب هو اللي يقرر هيعيد انتخاب مين وما يعيدش انتخاب مين. أشكرك شكرا جزيلا معالي الوزير المستشار عمر مروان على هذه الفرصة وهذا الحوار. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا.